اهلا وسهلا، يسعد مساكم وين ما كنتوا. كل التحيه لكم، كل عام وانتم بخير. يعني مع نهايه الشهر الفضيل واحنا مقبلين على فتره الاعياد، موجودين الان بالشوروم تبعت نبيلو اللي موجوده بشارع عبد الله غوشه، تحديدا على الاشارات في منتصف شارع عبد الله غوشه. عم بنشوف يعني ما شاء الله عدد الناس مش قليل اللي موجودين بالشوروم، الكل عم بحضر يمكن للاعياد، وتحديدا انه اذا كان ان شاء الله بكره العيد واليوم اخر ايام رمضان، في كثير ناس ما بتحب تطبخ، فيمكن بيعتمدوا على النواشف اكثر، بيعتمدوا على السناكس، بيعتمدوا على منتجات نبيل. يعني بداية هون في سيدة عند ثلاجة نبيل، مساء الخير ستي، يسعد مساك، كل عام وانت بخير. انت بخير، اهلين. اهلا وسهلا، ممكن تعرف عليكي؟ ريما. اهلا وسهلا فيك ست ريما، يعني ما شاء الله العرباية عندك عمران النبيل، شو ماخذ اغراض اليوم؟ اخذنا سمبوسك ولازانيا وكورن بلو، واخذنا بوشار رجاج. يعني رمضان خلص، كل عام وانتم بخير، هلا للعيد السمبوسك بيستمر معاكم بالاعياد؟ دائما مطلوب يعني بشكل كبير، دائما موجود عندك على المائده السمبوسك. طب وبقيه الاصناف، يعني ايش سبب اختيارك انها تكون من منتجات نبيل تحديدا؟ والله بحبوا منتجات نبيل، فعشان هيك حابين انه نعمل شاورما دجاج اذا هذا، فحابين ناخذ منهم. يا ستي اهلا وسهلا، كل عام وانتم بالف خير. بنحب نحكي لك انه في ثلاث منتجات من الموجودين معاكي هون بالعربايه ما تحاسبي عليهم، هدول هديه من نبيل. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. يعني لساتنا ها موجودين بالشوروم ومكملين، في عندنا هون صبيه كثير صغيره مش مستنيه توصل على البيت وتبلش تاكل منتجات نبيل. مساء الخير ستي، نتعرف عليكي. اهلين وسهلين، انا مدام ميس. اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير مدام ميس. مدام ميس، ايش الاصناف اللي موجوده معاكي هون بالعربايه؟ والله كوردون بلو سكالوب وسمك النبيل. كوردون بلو سكالوب وسمك، ليش تحديدا عم تختاري هاي الاصناف تكون من عند نبيل؟ عن جد لانها مميزه وطيبه كثير. اها، الشباب الصبايا الصغار برضه بحبوا نبيل. ايش اكثر شيء بتحبوا موجود هون بالعربايه؟ كوردون بلو تحديدا. ايه، ما يعني ما بتحب شيء ثاني اكثر شيء؟ كلنا بنحبه بس يعني هذا اكثر شيء. يعني اسم الله واضح انك تحب كل شيء. الله يخلي لك اياه ويعطي الصحة. كل عام وانت بخير مدام، ثلاث أصناف من الموجودين بالعرباية هدول هدية من نبيل. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير. في عنا هون شاب، وعادة الشباب بيكون يعني إقبالهم ضعيف على الأسواق، لكن هون التقينا بشاب يعني، فمساء الخير، كل عام وانت بخير. مساء النور، أهلين. تعرف عليك؟ غسان ذكرني. أهلا وسهلا فيك غسان. غسان متزوج ولا عزب؟ لا والله عزب. نيالك يا عمي، هذا هو الصح. إن شاء الله. شوف نضال وكلنا متابعينه، ونبيل ونبيل، فملناش إلا منتجات نبيل يعني عن جد. فمباشرة على منتجات. فترة إلى فترة بنجيب منتجات نبيل، يعني دمام الوالدة بتطبخ. الله يخلينا يا ابو جله، تحيه لي بتحضرنا. فمنجيب منتجات نبيل، بصراحه بتساعد كثير يعني بالسناكات، يعني سبرينج رول مع بيتزا مع كبه مع يعني شغلات هيك كثير حلوه، فالامور بتمشي. يا سيدي احنا كمان بدورنا بنوجه للست الوالده، بنقولها كل عام وانت بخير على الهوى. وحبيبتنا رؤيا، حبيبتنا. الله يخليك، ويعني مش من قيمتك، ولكن ثلاث منتجات الموجودين معك هون بالعربايه هدول هديه من نبيل. ليك شكرا لك، كل عام وانت. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. ويعني احنا كمان بدورنا بدنا نحكي كل عام وانتم بالف خير لكل الناس اللي بتابعونا عبر شاشه رؤيا. احنا راح نرجع معاكم كمان شوي ايضا من الشوروم، شوروم نبيل الموجوده بشارع عبد الله غوشه. خليكم متابعينا بمطبخ رؤيا، كل عام وانتم بالف خير.